الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء استاد توجت بالقاعة المغطاة بالداخلة بالبطولة الوطنية المدرسية لكرة السلة 3-3 في فئة أقل من 18 سنة ذكورا وإناثا. ففي صنف الذكور عاد لقب هذه البطولة المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لثانوية سكول أكاديمي بالجديدة، وفي فئة الإناث حققت لقب البطولة ثانوية الرياضيين بعين سبع. هذه البطولة هي فرصة أولا لاكتشاف مدينة الداخلة الجميلة، وأنا تلمذج من الحال لأن جول هذه المدينة وتعيشوا هذه الأجواء الطيبة. كان اختيار هذا النوع من الرياضة سعيا منا لإدخال أنواع رياضية جديدة ولانفتاح تلميذات وتلاميذ الجهة ومختلف الفعاليات الرياضية بالجهة على هذا النوع من الرياضات. هذه التظاهرة الرياضية نظمت بشراكة على الخصوص مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية تحت شعار التلميذة والتلميذ في صلب الارتقاء بالرياضة المدرسية.